اختتمت فعاليات الدورة الثامنة من ملتقى الأديان بمجمع الأديان بمصر القديمة تحت شعار هنا نصلي معا. ملتقى الأديان أقامه الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته 15 ضمن فاعليات المهرجان. للمزيد معنا مباشرة من الفعاليات مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. أحمد، بعد مساء الخير في هذا الملتقى الذي تتوحد فيه المشاعر وتنصهر فيه الأفئدة لتؤكد على مفهوم الإنسانية وأن الأديان جاءت لتؤكد على الصورة الحضارية للإنسان، أرجو أن تضعنا في هذه الصورة المشرفة لهذا المهرجان في دورته الثامنة. نعم مصطفى، تحية لك. بالفعل منذ قليل اختتمت فعاليات الدورة الثامنة هنا لملتقى الأديان الذي كان شعاره هنا نصلي معا، كان عنوانا جديدا وفصلا جديدا من دورات هذا المهرجان الذي أسسه الفنان انتصار عبد الفتاح عام 2015، وبدأ في دورته الأولى كان يقيمه في منطقة سانت كاترين في جنوب سيناء، ولكن بدأ من الدورة الرابعة وحتى الدورة الثامنة التي نتحدث فيها إليكم قيمة هنا في المتحف القبطي، حيث نتواجد داخل المجمع الأديان بمنطقة مصر القديمة. هذا المكان الذي يحمل مختلف الثقافات والأديان السماوية، حضارات مختلفة يعبر عنها هذا المكان. إجمالا كان هناك إقبال كبير مصطفى من المواطنين على حضور هذه الفعاليات التي تقام بشغف كبير، ويشارك فيها عدد من الدول العربية والأجنبية. نتحدث عن الأردن والجزائر، تحدثت مع ممثلي ووفود دولة الجزائر والأردن وكانوا سعداء جدا بمشاركتهم هنا في هذا الملتقى، ملتقى الأديان الذي يقام ضمن فعاليات مهرجان سماع الدولي في دورته 15. أؤكد على نقطة مهمة أيضا، وهي أن المهرجان أو هذا الملتقى أيضا يمثل فرصة قوية جدا لتنشيط السياحة من خلال الوفود الأجنبية المشاركة هنا في هذا الملتقى، وبالتالي تتعرف وتنشر أيضا ثقافتها وفنونها من هنا من قلب القاهرة. كان مهرجانا وفعاليات ملتقى الأديان في غاية الجمال، وأيضا أشير إلى أن الختام مهرجان سماع الدولي في دورته 15 تنتهي فعاليته يوم الأحد الموافق 24 من سبتمبر في سور القاهرة الشمالي في منطقة القاهرة الفاطمية. إليك مصطفى. نعم. وإلهام في الاستوديو. أحمد، دائما وأبدا ما تجدو الصلوات المباركة بكل اللغات على أرض مصر المباركة. شكرا جزيلا زميلي مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني، كنت معنا من ملتقى الأديان، شكرا جزيلا لك.